أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد مقلد في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن هناك حاجة ماسة لقانون جديد ينظم الحياة السياسية في مصر. وأكد مقلد أنه يتم طرح مقترح لقانون جديد للأحزاب السياسية. إحنا في حاجة ماسة إلى قانون جديد ينظم الحياة الحزبية في مصر ويتسق مع المادة 5 في الدستور اللي بتتكلم عن أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية هي أصل النظام السياسي في مصر. النهاردة وإحنا بنتكلم في هذا الأمر بنقدم مقترح في هذا الاتجاه، وعندنا عدد من الملامح لهذا المشروع من خلال معالجة التمويل، سواء بالنظر لعودة التمويل المباشر للدولة كما كان معمول به في الدولة الوطنية المصرية حتى تعديلات مارس 2011، أو منح بعض الامتيازات المقدمة للجمعيات الأهلية في التمويل مع مراعاة خصوصية الأحزاب السياسية، لأن مش كل الامتيازات ينفع تقدمها وفقا لتلك الخصوصية. بنتكلم في مسألة وجوب أن يبقى في ضوابط للممارسة السياسية للأحزاب أثناء فترة التأسيس وقبل الحصول على الشخصية الاعتبارية في الممارسة السياسية. بنتكلم عن دور للجنة شؤون الأحزاب في حل النزاعات الداخلية في الأحزاب السياسية.